داليا خد البابا عاوزك. الو اهي يا حماد. لا، ده انكل علاء وطنط بيجيت شايلنا من على الارض شيل. ده متجوز حته دي موزه فرنسويه. يا نهار اسود يا حماد. لا، ما ينفعش، لازم اجي لك وننام سوا. خلاص يا ابني كفايه، ايه مش عايزين صداع. يلا مع السلامه، سلم على كل اللي عندك. اوروفوار. اقعد يا داليا. هو في ايه يا انكل علاء؟ بص يا داليا، شادي، انا في حاجه كده هقولها لكم وعايزكم تسمعوني كويس قوي. خير يا علاء بيه؟ بالنسبه لطنط برجيت، انا مش جايب لحماده سيره عن سنها الحقيقي، فارجوكم ارجوكم ده يفضل سر بيننا. طب افرض سالنا هنكذب عليه؟ لا بريء قوي يا اخويا. هو انا عرفتك ولا شفت وشك الا وانت بتكذب وتنصب؟ خلاص يا علاء بيه، اعتبر سرك ده بير ملوش قرار. وبعدين كمال احنا نقعد كده مفيش شغل مفيش حاجه، نعمل ايه في مصر؟ عايزاني اسافر لندن اعمل ايه يا كريستين؟ انا عشت عمري كله هنا، انا خلاص عديت الستين، يعني طلعت على المعاش من زمان. اروح ابدا حياتي في لندن من جديد وانا في السن ده؟ انت مش بتفكر غير في نفسك يا كمال. جولي عاوز يعيش، عاوز يبدا حياته. انا مش عارف بس ايه اصراركم انكم تسيبوا مصر. في ايه لك في مصر قاعده لشانه؟ في اهلي يا كريستين، في عيلتي، اختي نوال وحماده ابن عمي، وفي الاهم في ماما نونا. جوليا كمان عندها حاجات مهمه في لندن، عاوز سافر لشانه. ايه المهم بقى في لندن عشان جوليا؟ الكورس اللي فاضلها هما شهرين وهتخلص وترجع وتشتغل هنا في مصر. كمال جوليا مش عاوزه تعيش في مصر. ليه بقى؟ جوليا عندها بوي فريند عاوز يكون جنبه. عندها ايه؟ بوي فريند. دايما اقول اهم حاجه في الدنيا التربيه. تعرف مشكلتك ايه يا كمال؟ انك طيب طول عمرك، طيب لا عمرك عاقبت ولا ضربت، يعني ما ربيتش. زائد ان مراتك خواجه كمان، يعني ما تفهمش في الكلام ده. ادي نتيجه التربيه الغربيه يا سيدي. ما انت عندك نموذج حي قدامك يا اخي. تربيتي انا البنت داليا، داليا خاتم في صباعي. اتجوزي ده يا داليا؟ حاضر يا بابا. ما تتجوزيش العريس اللي جايبه لك امك ده يا داليا؟ حاضر يا بابا. في سيطره، في تمكن. حماده، انت عارف ان كريستين مراتي واخده جنب طول عمرها، عمرها ما حاولت تقرب لينا او تبقى واحده مننا. لا عرفت تحب علاء ولا نوال ولا حتى ماما نونا. يمكن الوحيد في العيله اللي مراتي وبنتي مرتبطين بيه هو انت. عشان كده انا لجأت لك دلوقتي. يمكن يسمعوك انت، هما الاثنين مش سامعين غير صوت نفسهم وبس. المشكله يا كمال انك بترقص على السلم. لا حصلت تبقى خواجه وتقبل الافكار المتحرره بتاعه الغرب دي، ولا حصلت تبقى اب شرقي من اللي بيقول الكلمه ما يتنهاش. ايوه انت صح يا حماده، بس هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل قول. انا هعمل ايه حماده لما يتدخل يا كيمو؟ تبقى خلاص خلصت. بس معلش يمكن اكون عنيف شويه مع جوليا، انا ليه اسلوبي. اتفضل يا حماده، اتفضل. هاي كريستين. وري I'd like to stay 5 minutes with Julia. اوكي. يلا خد مراتك وعلى جوه. اوكي. ايه بقى؟ وانا اللي بقول جوليا دي هي الوحيده في العيله اللي طالعه لي. على اخر الزمن هنيجي نخيب بقى ولا ايه؟ اللي انا سمعته من بابا ده جايبه لي بوي فريند؟ احنا بتوع بوي فريند يا جوليا؟ حماده بابي بيكلمني كاني لسه بيبي، انا عارفه انا بعمل ايه كويس وده ماي اون ديسيجن. لا يا حبيبتي، ده مش قرارك لوحدك. انا مش فاهم يعني ايه انت متمسكه بيه قوي كده ليه؟ بيشتغل ايه ده؟ هو بيدرس معايا في كورس وبيشتغل في محطة بنزين. عامل؟ معقولة يا جوليا؟ حفيدة عز وباشا تتجوز عامل في محطة بنزين؟ ده مش عيب يا حمادة. هو شكله ايه الواد ده؟ يا نهار اسود،
ده زنجي. حمادة أنا كنت عارفة إنك طد عنصرية، عمري لون ما كان مهم يا حمادة. أيوة مش مهم بس ده محروق قوي. I love him. جوليا مش مهم تاخد اللي you love him، المهم تاخد اللي بي love you. He also loves me. Best of luck. مبروك. Thank you. Thank you. بلدتي بلدتي. هو ابوك ده بيفهم حاجة. سيبوني أنا أخلص لك الموضوع. يا كمال! يا مهدي وسلام. إيه عملت إيه يا حمادة؟ أه يا كمال أه. شوف يا جمال. البت بتك دي 10/10. المشكلة الفجوة الحضارية اللي بينكم. أنا درست الموضوع كويس. لقيت إنها مش هتلاقي ولد أحسن من ده عشان تتجوزه. انت بتقول ايه يا حمادة؟ يا ابني انت بتفكر بعقلية القرن العشرين اللي انت كنت عايش فيه، هي بتفكر بعقلية الواحد وعشرين. يا سلام، وانت بقى يا سي حمادة؟ انا الاثنين وعشرين، انا سابق عصري. تعلن دار الافتاء ان اليوم هو المتمم من شهر شعبان، وغدا هو اول ايام رمضان المبارك، اعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات. كل سنة وانتم طيبين، بكره رمضان ان شاء الله. كل سنة وانت طيب يا شفيق. انت بالصحة والسلامة، احلى رمضان يعدي عليا من يوم ما اتولدت. يا ساتر يا رب، العزوبية دي كانت حاجة وحشة قوي، كنت اقعد ساعة الفطار كده لوحدي يا دوبك اشرب شوية خشاف نفسي تتسد، لكن معاك انت نفسي تفضل مفتوحة على طول. وانا ان شاء الله بكره هعمل لك صينيه كنافه بالعسل وشويه قطايف، لكن ايه هتاكل صبعك وراهم. وانا ساعه السحوره صاحب ابراهيم يجي السحر معانا. ربنا يخليك يا شفيق ويحنن قلبك عليه كمان وكمان. يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحبا. يا حماده رمضان هنا حاجه تانية خالص. 20 سنة انا الاولاد بنصوم في المانيا ما حسيتش بالدفء اللي انا حاسه بيه دلوقتي. انت ما جربتيش المهلبيه هنا يا ريس؟ مهلبيه ايه يا نهار ابيض؟ ايه يا حماده؟ انت عازمني هنا في الحسين عشان تلخبط على كيفك رشوه دي ولا ايه؟ النهارده اجازه يا ريس، الجو ده ما يحلوش غير بالمهلبيه. اتنين مهلبيه لو سمحت. بس كده هنتاخر يا حماده، الولاد ما تسحروش دول بيصوموا. ماما نونا لا يمكن يفوتها حاجه زي كده، زمانها دلوقتي عامله لهم خيمه رمضانيه. ثانيه واحده. راح فين؟ دقيقه واحده. شكرا قوي. شكرا. لقيتك انت، لقيتك بتغير كل حياتي، ما اعرفش ازاي انا حبيتك، ما اعرفش ازاي يا حياتي من همسة حبي لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، أدوب في الحب وصبح وليل وليل على بابي. شكرا شكرا. كل سنة وانت طيبة. ايه ده؟ انت مش معقول يا حمادة، بجد انت مش معقول. حمادة حمادة يلا يا حبيبي، يلا قوم المدفع هيضرب، قوم يا طعمة عشان تفطر. يا انا نمت كل ده ماما. طبعا ما انت راجع البيت انت ونوال النهارده بعد الفجر. هنا قلت فين؟ نزلت راحت شغلها من بدري ورجعت على الساعه 3 كده، دخلت تنام ويدوبها صحيه زيك دلوقتي كده. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. توك ما افتكرت طبعا من لا احبابه. احبابي وانا بحب غيرك انت يا ابا. كل سنة طيبة، هي أحلى وأجمل نونة في الدنيا. إيه ده؟ مخبية من وراء. ولو إنك ما تستاهلش. آه فانوس. آه. من الناس عنده فانوس السنة اللي فاتت؟ هو في سنة بتعدي من غير ما أجيب لك فانوس يا حمادة؟ قولي لي بقى، عاملين إيه فطار النهاردة؟ أنا ميت من الجوع. النهاردة مفيش دايت. النهاردة أول يوم رمضان، أقل محشي. اسكت، دي نوال النهاردة عاملة لك حبة محشي كوسة باللحمة المفرومة، إنما هتاكل صوابعك وراها. إيه باللحمة المفرومة دي؟ يعني مفيش رز؟ يا سلام عليك يا حمادة، إحنا كنا طايلين. بقولك يا نونا، النهاردة هتعملي حركة جدعانة معايا، بعد الفطار تاخدي العيال وتطلعوا على النادي،
هناك في خيمه رمضانيه تجنن، تقعدوا سهرانين لغايه السحور، تسحروا وترجعوا على طول. انت ايه عايز تطرقني ولا ايه يا واد؟ ايوه يا ماما عايز اطرقك. بصراحه انا عايز افتح نوال في الموضوع اللي انت عايزاني افتحها فيه. والنبي صحيح؟ يا سلام، بس انا عارفه ان نوال خارجه النهارده بعد الفطار على طول. مش مهم، انا هعرف ازاي اجيبها بطريقتي. إلهي ربنا يجعلها من نصيبك. حق لو ربنا بيحبك تاخد نوال يا حمادة. هاخدها إن شاء الله.